الحمد لله سلامتك دكتور. تحكي لنا عن ظروف اعتقالك دكتور. ظروف اعتقال الأسرة كلهم شكل هذا. أول حاجة يعني مشاهدنا في غزة ربنا يكون بعون أهل غزة ويرحم الله الشهداء والجرحى ويشفي الجرحى. والأسرة صراحة بمر بوضع مأساوي جدا يعني يمر على تاريخ الشعب الفلسطيني من 48 إلى الآن. ما يمر به الأسرة القدامى والجدد. الأسرة يمر بظروف صعبة جدا من نقص في الأكل والشرب والإهانة الجسدية وكل شيء يتعرض إليه الأسرة الآن. يجب أن يكون هناك كلمة حاسمة من المقاومة ومن الشعوب العربية والإسلامية لإطلاق جميع الأسرة وضبط السجون. ما يمر به الأسرة وضع لم يمر على الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى الآن. الأسرة القدامى أيضا يعاني الآن الأمرين، ومنهم من خرج معنا اليوم أمضى أكثر من 23 عاما وفكره تركه في السجن لمدة سنة كاملة حتى خرج الآن. يجب أن يكون هناك كلمة واضحة وتبييض الأسرة وتبييض السجون من الأسرة بشكل سريع وواضح، لأن الأسرة أمانة في عنق كل شعب فلسطين. دكتور، لماذا يعتقل الكوادر الطبية؟ الآن هذا السؤال، لأن الاحتلال يعتقل كل شيء. نعم هناك كوادر طبية ما استشهدت في السجون الإسرائيلية، هناك من الكوادر الطبية خرجت من السجون الإسرائيلية. الأسرة هناك من التعذيب من استشهد وهم ولا يستطيع أن يأخذ حبة دواء. هذا العدو المجرم يعني أثبت مدى إجرامه حتى في التعامل مع الأسرة، حتى مع التعامل مع الطاقم الطبية. أكثر من مئات من الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين الأشعة وكل شيء تم استهدافهم، والآن يقطعوا في سجون الاحتلال يعذبوا. الاحتلال يدمر كل شيء، دمر الطواقم الطبية، دمر الصحفيين، قتل الأطفال والنساء، يستهدف الكل في قطاع غزة. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان بإذن الله، وأفضل بإذن الله.